بقية المقابلات ما نقولوش ما يخدم بقية المقابلات بركا. احنا رانا في بداية موسم حقيقة، يعني الانسان فوق ارضية الميدان لازم يفوز وما دابا يفوز. الفوا كاين الكرة كيما هكذا كي ما تعطيكش، الفوا اكسبتي فو الفوا يفو ريكتيفي. نهزو احنا ال 30 دقيقة الأولى، نورمالمون كنا نفوضوا المباراة تاعنا في 30 دقيقة الأولى، ممكن رحنا اكثر منه الاشياء خاطئه، بدنا نديروا في اشياء اللي ما طلبناهاش، اخطانا يعني خاصه يعني في الشق الهجومي. كانت الهجمات تاعنا ديما تخصها الدقه، تخصها التركيز، تخصها هذيك الكره الاخيره، لانه احنا ماركينها في الدقيقه 12، يعني من الدقيقه 12 وحنا نضغطوا يعني في المرمى تاع الأغبة، وين ما قدرناش نامنوا النتيجه تاعنا، صدر ما قدرناش اون افي لا بوسيبيليتي لي دو ماركي ان اوتر بوت اللي كان يامن لنا النتيجه، اون لا با في دونك ما علينا الا نعاودوا نشوفوا امورنا، نشوف اموري كمدرب تاع الفريق، ولا سويت ان شاء الله تكون ميور وتكون احسن، لانه من الاخطاء اللي نجموا نصلحوا نفوسنا. التغيير الاضطراري دار لنا ثاني ان تي بو يعني ديستابيليزاسيون تاع اللاعب من جهه، لانه حتى بودياف كي دخل لي رونتري سونز ايشوفمون من جهه، ومن جهه اخرى الوقت اللي تلقينا فيه الهدف كان قاتل، لانه جوست ابري دخلنا لي فيستير دير يوزا سومي، ما عرفناش في الشوط الثاني رغم التعليمات اللي مديناهم ما عرفناش نتعاملوا مع الوضعيه اللي كان تكتل دفاعي من عند الخصم منذ البدايه. حنا اون دوموندي وين نحوسوا اون ايكارت لو جو سور لو كوتي، بيان سور دوني دي سونتر بيان شيرشي لو جو او بيي اون اون دو، باسكو لادفيرسير كان واقف مليح في المنطقه تاعو، وهذا الشيء كامل ثاني ما ينحيش من لو ميريت تاع فريق تلارما اللي ابان على مستوى لاباس به، فريق اللي يعرف يتفاوض، فريق بعد ما سجل هدف كي دخل ركن الدفاع لعب بالمرتدات ممكن المرتدات ما كانتش يعني خطيره علينا بزاف، بس حتى موقع تاعو يعني بخمس مدافعين يعني في المنطقه مع الرجوع الكلي تاع اللاعبين الوسط ولي زيكسونتري تاعهم، دونك لا ينوزا كوزي ان بروبليم. اي اوسي هنا لازم احنا مستقبلا نلقاو الحلول للفريق اللي يكون لك هكذا، اللي يغلق لك اللاعب ولا يرفيز دو جوي، لانه هو النتيجه هذيك كانت ترضيه. كوتش الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكروا فريق عنابه على حسن الاستقبال. المقابله يعني المقابله كانت صعبه وصعبه جدا مع فريق اللي يلعب ورق الصعود. ما نخفاش عليكم ان احنا تنقلنا هنا نديروا نتيجه ايجابيه الحمد لله. يعني اللاعبين تاعنا دخلوا يعني في المقابله للاسف يعني سوء التركيز نظن في لا ترانزيسيون، وكنا قادرين نسجلوا حنا الهدف دون لا ترانزيسيون. فريق عنابه كان تحصل على ضربه جزاء نظن انه صراحه كانت شرعيه. يعني بعد ضربه جزاء نظن انه تحكمنا في المقابله. فريق عنابه لعب الهجومات المعاكسه، حنا تحكمنا في المقابله نقدر نقول في الطول بالعرض. اثمرت يعني في نهايه الشوط الاول يعني في وقت مناسب جدا لنا وين عدلنا النتيجه. الشوط الثاني كانت عندنا استماته يعني فريق عنابه خاصه في 20 دقيقه الاخيره رغم بكل الثقل تاعو، لكن يعني كنا مركزين ما درناش اخطاء يعني في الدفاع. جاتنا يعني دون لا ترانزيسيون تاعنا وين كانوا عندنا فرصتين خاصه فرصه العمري وين كنا قادرين نقتلوا المقابله يعني 2-1. للاسف يعني ما قدرناش يعني نسجلوا يعني الهدف اللي كنا قادرين نفوزوا به، لكن الحمد لله راضيين عن النتيجه. اللاعبين ادوا ما عليهم. لقاء نقدر نقول لك اللاعبين قدموه بشجاعه وباراده قويه. كنا يعني عازمين باه نديروا نتيجه في عنابه الحمد لله. مشكورين جدا لللاعبين. زير تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.